اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وكمان بنرحب مره تانية بضيفنا النهارده الناقد الرياضي ايهاب الجنيدي. ايهاب، لقاء اكتر من رائع مع رامون كالدرون، ويعني عايز اسمع تعليقك كمان على اللي قاله. هو الراجل طبعا رامون كالدرون غني عن التعريف، احد ابرز الرؤساء في تاريخ نادي ريال مدريد، ومن الرؤساء البارزين في العالم طبعا. كانت في فترته فتره الجلاكتيكوس العظيمه اللي بداها، يعني طبعا اتبلورت الفكره اكتر مع فلورنتينو بيريز، بس في عصره كان في نجوم كتير ضمهم زي مال 18 نجم، وكان بس الريال ما عملش الانجازات العظيمه جدا اللي حققت مع بيريز. وده بيقودنا لنقطه مهمه، ان مش زي ما حضرتك كنت بتقولها دلوقتي، مش بحشر النجوم، هو لازم اللفظ اللي يتقال كحشر نجوم وتلم كوكبه نجوم، ده هيديك زي ما شفناها في انديه كتير سواء داخليا او خارجيا، مش معنى انك تلم كوكبه نجوم وتضم كوكبه نجوم وتدفع الملايين ان ده هيحصد لك البطولات. لا، الفرقه الكبيره ليها تاريخ، ليها عراقه، ليها طريقه لعب، ليها روح البطوله اللي احنا بنتكلم عليها دايما في النادي الاهلي. تصريحات مهمه جدا من كالدرون، تصريحات ركز فيها الراجل ازاي النادي الاهلي وصل انه بقى ليه تاثير حاليا على المجال العالمي، معروف في العالم كله اسم النادي الاهلي، زي ما بيقول لك معروف في اسبانيا، معروف في اوروبا، معروف في العالم كله. اتكلم عن كابتن محمود الخطيب، ده شيء مهم جدا برضو ان الراجل بيتكلم ان ده رئيس نادي معروف ليه تاثير النادي، سواء كلاعب حقق معاه بطولات، سواء كرئيس نادي، النادي الاهلي وصل لمرتبه عاليه جدا خلال فتره طبعا كابتن محمود الخطيب المختلفة المتدرجة مع مجلس صحيح. الإدارة طبعا، سواء كان نائب رئيس النادي أو رئيس النادي. فتصريحات مهمة جدا من رئيس عظيم، من أحد أبرز الرؤساء زي ما بنقول رؤساء الأندية في العالم، بتدلل على عظمة ومكانة النادي الأهلي. النادي الأهلي حاليا أصبح إيه في العالم؟ حينما يذكر أعظم أندية العالم، وإحنا بنتكلم عن ترتيب الأندية العالمية في الفيفا وترتيب الأندية العالمية اللي العالم كله عارفها، النادي الأهلي يذكر في المقام الأول مع الكبار، مع ريال مدريد، مع ليفربول، مع البايرن، مع ميلان، الانديه الاكثر تتويج في العالم، هو موجود وسطها وموجود ومشرف الكره المصريه ومشرف الكره الافريقيه والعربيه كلها. صحيح، يعني كان لقاء مهم جدا ولقاء عظيم مع واحد من اهم رؤساء الانديه على مستوى العالم رامون كالدرون. خلينا نروح من ده للنقطه اللي انت اتكلمت عليها، انك حشر النجوم الكتير وانك عندك مجموعه من النجوم الكبار، ده مش هيأمن لك او مش هيضمن لك بطوله، وده اللي حصل وده اللي شفناه في مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان. انا عارف طبعا ان انت مدريدي وملكي على الاخر، يعني اتخضيت لما جه فيكوا جون. كلمني الاول عن المباراه، شفت المباراه ازاي بشكل عام؟ اولا انا هبدا من السؤال الثاني. انا ما اتخضيتش خالص خالص بجد، والنتيجه 1-0 خلصان الشوط الاول، هدف في الدقيقه 39 ومبابي زي ما مضيع ثلاث جون زي ما سجل في الاياب وخلصت المباراه 1-0، رجع سجل برضه في مباراه الاياب بعد ما سجل في الذهاب، والنتيجه 1-0. كنت قاعد بتفرج وبشوف الماتش مع زملائي في الجورنان، وقلت لهم الريال هيكسب، الريال هيكسب المباراه، هيعوض وهيكسب المباراه، ولكن ما توقعتش، توقعت ان 2-1 ويبقى في وقت اضافي عشان يحسموا النتيجه طبعا بعد الغاء قاعده الهدف بهدفين بره وجوه، خلاص بقت تكسب تجيب هدف هي النتيجه بالاهداف بس. المباراه على الصعيد الفني انشيلوتي تفوق كثيرا جدا جدا على بوكوتينيو، تفوق عليه تماما. انشيلوتي كمدرب قاعد فاهم، قاعد فاهم وازاي يعالج الاخطاء اللي كانت عنده، يعني كان في خطا، يعني كان في ثغره كبيره جدا في ريال مدريد في الشوط الاول، كارفاخال وقدامه اسينسيو، الجبهه دي دمرها في الشوط الثاني زي ما شفنا بلوكاس فاسكيز ورودريجو،